أسعد الله أوقاتكم. حلقة جديدة نسلط الضوء فيها على أبطال المقاومة. يتعلق الأمر بالمقاوم الكبير أحمد الراشدي، وهو من طينة المناضلين الكبار رغم صغر سنه. أحب المغرب حتى النخاع، أنيق بشكل جيد وشرس بشكل كبير. من يكون هذا الشاب الذي زعزع أركان الاستعمار الفرنسي وخلق ضجة كبرى وغادرنا وهو في ريعان شبابه؟ من أين ينحدر أحمد الراشدي؟ وما حكايته؟ وكيف تقبل حكم الإعدام؟ أسئلة نطرحها لتقربنا من شخصية أحمد الراشدي ومن قصة مقاوم فد أبلى البلاء الحسن. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أحمد الراشدي هو من أبناء المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهو قرين محمد بن حمو الكاملي من مواليد 1936. ولد في زنقة التناكر، وبالضبط في درب الثانية. عاش أحمد الراشدي يتيم الأب، وكان يسكن مع والدته أم الحريزية وأخويه محمد وعبد الرحمن بمنزل الحاج علي السرياني. كان أحمد الراشدي الطفل يعيش في كنف أسرة متواضعة الحال، تجدرت فيها روح الاستقامة وعزة النفس، وكان له طبع خاص كثير التأمل صامت، وكان له حس معرفة الأوقات دون أن ينظر إلى الساعة. قبل نفي السلطان محمد الخامس بأربعة أيام، وبالضبط في 16 غشت 1953، كانت مظاهرة بالمدينة القديمة ضد الاستعمار الفرنسي، وكان الشاب أحمد راشدي في مقدمة التظاهرة، فتشابكت مع الجنود الفرنسيين، وكانت النتيجة سقوط أعداد من المغاربة. لحسن الحظ نجا أحمد الراشدي من الموت بأعجوبة. انخرط أحمد مبكرا في منظمة اليد السوداء إلى جانب سعيد بن عيلات، الدب العيد، عبد الله الصنهاجي، حسن العريشي ومحمد الزرقطوني. وبدأت هذه المنظمة في سلسلة من أعمالها الفدائية بمقتل الخونة والمتعاونين مع الاستعمار، وتمت تصفية 3 أشخاص من بينهم العربي المسكيني ومحمد بن نيس ما بين 4 و5 شتنبر 1953. وبعد 3 أيام قام الشاب أحمد راشدي بتصفية المقدم أحمد بل العربي الصقلي، مقدم المقاطعة الأولى ببصمارة بالدار البيضاء برصاصة قاتلة. كانت تدريباته مع أحمد الزرقطوني ومحمد منصور وسعيد بن عيلات على وآخرين على استخدام الأسلحة بالمحمدية في سرية تامة، وكذلك طرق توزيع المنشورات. ولأن منظمة اليد السوداء تم اختراقها نظرا لتزايد عدد أعضائها وعدم اتخاذ الحيطة والحذر في كل من ينتسب إليها، تم إلقاء القبض على أحمد الراشدي والمجموعة بكاملها، وعددهم 60 شخصا، في حين تمت مداهمة منزل أحمد الزرقطوني فابتلع حبة قاتلة بعد مداهمة منزله. حكاية أحمد راشدي من طبيعة الحال لن تكتمل هنا، هناك شوط آخر في حكايته أكثر غرابة وأكثر شجاعة. تابعوا معنا.
في الصيف 1954 تم إلقاء القبض على أحمد الراشدي ورفيقه الإسكافي مولاي الطاهر، وامتدت محاكمة منظمة اليد السوداء وأعضاؤها ما بين 22 يونيو إلى 5 يوليوز لمدة تتراوح 13 يوما. واتهم المعتقلون وعددهم 60 منهم بعض الفارين بتكوين عصابة إجرامية نفذت أعمال القتل والتخريب، فتمت إحالتهم على المحكمة العسكرية بتأسيس عصابة، ومن بينهم الشاب أحمد الراشدي. حكمت المحكمة 20 سنة على بعضهم، وعلى النفي خارج المغرب على بعضهم، وعلى الإعدام على بعضهم الآخر، ومن بينهم أحمد الراشدي الذي حكم بالإعدام. في أطوار المحكمة اعترف أحمد الراشدي الذي كان يتكلم بلغة فرنسية أنيقة وغير نادم على ما فعله قائلا: هذه بداية عادلة، هذه بداية عادلة، لأنني قتلت خائنا، وسيصدر علي الحكم من قبل الذين يبشرون بالحرية والديمقراطية. وقال له القاضي: سيصدر عليك الحكم لأنك إرهابي. فأجابه أحمد الراشدي: إنني أمارس الإرهاب كما فعلتم أنتم مع النازية. في أجوبته نستشف المحكمة نستشف ونتبين معرفة أحمد الراشدي الشاب بالمستعمر الفرنسي وإتقانه للغة الفرنسية، وكذلك يعني أنه يمتلك قدرا كبيرا من المعرفة الثقافية وتعرف من الثقافة التاريخية وقدرا كبيرا من المعرفة، وتم حكم الإعدام عليه. وللمناضل حكاية كبيرة مع استقبال الموت والشهادة في سبيل الوطن ومناهضة المستعمر بكل شجاعة قل نظيرها. قبيل حكم أو قبيل تنفيذ حكم الإعدام أراد جلادوه وضع عصابة على عينيه لتجنبه مواجهة الطلقات النارية، فامتنع الشاب أحمد الراشدي بشكل غريب وقال قولته الشهيرة والمدوية في التاريخ النضالي المغربي وفي تاريخ المغرب المعاصر: دعوني أموت وأنا أرى لآخر مرة سماء بلادي، دعوني أموت وأنا أشاهد لآخر مرة سماء بلادي. بعد موت الشهيد أحمد الراشدي بدأت عائلته تتساقط كأوراق التوت، فتوفيت أم الحريزية وتبعها ولدها الأكبر محمد الراشدي، ثم عبد الرحمن الراشدي بعد عملية جراحية على القلب سنة 1974، ثم أختهما الوحيدة، ولم يتبقى من عائلة الراشدي إلا تاريخها النضالي الكبير في المدينة القديمة بالبيضاء يصدح وبكتب التاريخ وبعض الأحفاد. نأتي على نهاية حلقتنا، شكرا لتفاعلكم ولتعليقاتكم ولدعمكم الكبير، كذلك لا أنسى الطلب الكثير من الإخوان يعني تنويع عدد من التنويع في الفيديوهات التي أقوم بها، سأقوم كذلك بالتنويع ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي من طبيعة الحال والسينمائي بإعداد جيد بحول الله. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.